ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التدريب الإيقاعي المدمج أو تدريب الربط بأكثر من كرتين، يعني كرتين وفوق، لا يأتي ويصبح إيقاعي لخدمة الغرض المهم اللي سميناه إحنا الحركات التوافقية بين اللاعبين إلا بعد فترة، يعني بعد تعويد اللاعبين على هذا النوع من التمارين. فأنا لما أبدأ ما أبدأ بأربع كرات، بدايتي تكون في المعسكرات التدريبية بكرتين، ثم أتحول ثلاثة ثم أربعة وهكذا. وخلال فترة السباقات سيكون هناك ما يسمى بميكانيكية التنفيذ حتى بست كرات، ويصبح المشهد اللي أمامك إن شاء الله بعد فترة من التطبع غاية في الفائدة وغاية في الجمال الحركي الإيقاعي، وتكون هناك تمتع، لحظات من التمتع، ويسمى الفرح بأداء مثل هذه الفعاليات التي تحقق أهداف تدريبية جيدة إذا ما وضعتها بعد فترة الإحماء. أنا الآن عندي تدريب بسيط، أنا مدرب لياقة بدنية الآن ولست مدرب الفريق الأول، واليوم بعد الإحماء عملت إحماء بدون كرات، أتيت بالفريق 30 في 30 ياردة أو 40 في 40 ياردة، كل ما كانت الأعمار يعني صغيرة روح 30 في 30 ياردة ولا بأس 20 في 20 ياردة، وضعت علامتين على بعد 15 ياردة من المربع اللي دا أعمل به، ونصفت المربع هذا وعملت الفعالية التالية. شوفك الفعالية التالية هي دحرجة وركض سريع ومناولة وتبادل مراكز. نحسبها دحرجة ركض سريع مناولة قطرية تبادل مراكز، كرة قدم يعني، هذا ما يحدث في كرة القدم. فإحنا حولنا الحركات التي تحدث في اللعب الواقعي إلى فعالية تدريبية فقط، واستخدمنا الكرات كمحفز ومقرب لهذه الحركات إلى ما يحدث في المباراة. فالتمرين بسيط جدا إن شاء الله، أبطئه وما يحتاج إلى الشرح. لا تنسى هاي 15 ياردة ب 15 ياردة أو 20 ياردة ب 20 ياردة، لا تنسى أبدا، لا تفتح المسافات كبيرة. هذا الركض السريع يحتاج إلى 15 ياردة، ممتاز يكون الركض السريع. شغل الفعالية دحرجة سريعة، أنا بالبطيء عشان الشرح، اترك الكرة اركض سريع للعلامة، ذاك يركض سريع للكرة، ناول قطري اركض سريع للعلامة، ثم هرولو خلف المجاميع بدل المراكز. إذا دحرج أنا عندي أترك الكرة رقم اثنين وأسوي الركض السريع مالي، شوف لي جانب ثم أروح خلف واحد بالهرولة، بينما ستة يمر القطريين يركض سريع للعلامة يروح هرولة خلف خمسة، وهكذا كل لاعبين ينفذون من ثمانية إلى عشر مرات أو كما تراه أنت مناسبا. هاي تمارين أنا باعتقادي تكون مفيدة جدا في فترات الإعداد، وتكون مفيدة بالنسبة لمدربي اللياقة البدنية. إحنا نحسب الركض السريع، أريد أحسب الآن هاي دحرجة بدني فني، هاي ركض سريع سبعة، ثلاثة ركض سريع سبعة ركض سريع. شوف أنا دا أعمل ركض سريع 15 ياردة ب 15 ياردة، يعني 30 ياردة، يعني هو الركض السريع اللي ينفذوه المدربين اللياقة البدنية المحترمين واللي هم الأفهم في هذه المواضيع، يركضوا بوضعية وجود الكرات، لكن دا ينفذ الركض اللي يريد ننفذه إحنا بدون كرات. فأنا أعوض الركض بدون كرات بهذا الركض. لاحظ السبعة تمريرة، لاحظ الخمسة تمريرة قطرية وركض سريع ثم هرولة، هذا الذي يحدث في اللعب. فأنا أستغفر الله من كلمة، أنا أنصح
بما يعرف بزيادة الفعاليات التدريبية اللي تبحث وتحسن وتطور كل ما يرتبط بالcoordinated movement، التوافق الحركي لاحظ ينتظر خمسة الآن من يثبت الكرة اثنين ينطلق ستة أو خمسة، لاحظ الآن سبعة ينتظر على الخط، الآن من يثبت ثلاثة الكرة وينطلق للجانب سبعة يهاجم الكرة يلعب دايجونال باس ويروح للجانب ركوسائي. هذا تدريب حديث، تدريب إذا أصبح روتين تدريبي عند الفريق يتحقق حلمك إن شاء الله في تطوير الفريق. فقلت كلمة ما ينتبه لها قد المدربين اللي في بداية الطريق، قلت أصبح روتين تدريبي، يصبح تدريب روتيني على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع. أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية، كما أني دائما وأبدا أقول صلى الله على سيدي رسول الله الهادي الأمين شفيعنا بإذن الله تعالى يوم الدين. كل سريع عدا هالة هرولة، من تنتقل خلف المجموعة وروح بالهرولة النشطة، الباقي كله سريع، ما في دحرجة سريعة، تثبيت الكرة، الانطلاق سريع، لعب المناولة انطلاق سريع. أنا أدرب بسرعة الآن لكن بطريقتي وليست بطريقة تقليدية موجودة من زمان. في مالا اليوم 15 6 2023. شكرا جزيلا.